Değerli Sudan. العائلة السودان برنامج تعده وتقدمه لكم سرية جودة. سيداتي وسادتي، حلقة خاصة من ليالي السودان بتقدمها النهاردة إذاعة ركن السودان، ذكرى وفاء وتقدير لفنانة طالما أسعد صوتها الملايين خلال سنوات في ليالي السودان السهرة في كل مكان في الوطن العربي. غاب شخصها عن سماء الفن في السودان في يوم 24 فبراير عام 74. غاب شخص عش الفلاتية، الفنانة اللي طالما ملأت الأسماع وبقي لنا منها الصوت والذكرى، الكلمة الحلوة، اللحن الحلو، الإنسانة اللي وفت لفن الغناء في السودان، وفت للسودان الوطن، وفت للأصدقاء، وفت للزملاء من الفنانين، أم الفن عشة بكل حيويتها بكل عصبيتها الفنية الدفاقة، هتبقى معانا في أغانيها في ألحانها في ذكرياتها. لقاء مع عشة في آخر زيارة لها لمصر. أهلا حبابك يا عشة. أهلا وسهلا يا ست سرية، إزيك وزي صحتك؟ كويسة والحمد لله. إن شاء الله تكوني مبسوطة في مصر الأيام دي. جدا جدا جدا. قولي لي يا عشة، أنت جيتي مصر إمتى؟ أي كتير، يعني من سنة 36. من سنة 36؟ جيتي مصر أول مرة سنة 36. أول مرة عمري 14 سنة. يعني إحنا النهاردة سنة 70 وأنت جيتي مصر سنة 36 لأول مرة. أيوة ده عظيم. وجيتي تعملي إيه يا ربي في أول مرة في مصر؟ أسطوانات، جيت سجلت أسطوانات. سجلت أسطوانات في شارع عبد العزيز قدام العتبة. واحد أرملي اسمه مشيان عنده شركة. سجلت عدد 5 أسطوانات ورجعت سنة 40 أيام الحرب. معايا الكونترات بتاع الخواجه وهو ماضي معايا عشان ارجع تاني اسجل له 5 يبقوا 10. طب ايه هي الاغاني اللي سجلتيها ايام يا عش؟ الاغاني كثيره لكن اتذكر من العشره واحده اللي هي اسطوانه كان بتقول يا حنون عليك بزيد في جنوني حبيب منحت وصالك ضيعت كل زنون وكيف رضيت دلالك وعليك بزيد في فنوني. دي الاسطوانه اللي بتذكر بالضبط أغاني القديمة، الباقي 9 والله ما متذكر منهم ولا واحدة. طب عشا مين كان مؤلفها؟ والله أفتكر هناك عندنا في السودان اللي هو عبد الرحمن الريح ده شاعر قديم الملحن، والملحن إسماعيل عبد المعين. لكن في واحدة مش ملحنة لأنها كانت غنية شعبية كان بغنيها للجيش. الله لي الليمون سلامة برية يا زولنا، الله لي آي الله لي الليمون سلامة برية يا حينا آي. يوم قامت يوم حصلت شنو؟ بتاع سنة 40 دي مؤلفها من راسي، أغنية شعبية يعني قاطعها براي زي عندك يجوا عايدين تأليفي وتلحيني وهي نفسها كده. يعني كان بيقول لهم شنو؟ هي راحت عليها لأنها قديمة جدا جدا، لكن أنا يعني بتاعت يجوا عايدين دي بتذكر ما أنساها أبدا لمن أموت. أنا قلنا حاسة بها يعني في كل شعوري وكل يعني إحساسي. دي أغنية تيجوا عايدين إن شاء الله الفرقة المهندسين؟ هاي بتاعته مش سجلتها أنتوا عندكم في ركن السودان؟ هاي مسجلينها بس هي ذات. طيب يا أخت عشة، ييجوا عايدين إن شاء الله دي اللي أنت ألفتيها ولحنتيها براكي، عملتيها سنة كم وغنيتيها فين؟ دي سنة 42 مع الجيش كنت بسافر. أنا جيت لغاية طرابلس وجيت لغاية ليبيا وما خلينا حتة في الحتت العربية دي، فلسطين وجينا على محلات كثيرة. أنا معايا الكاشف ده الله يرحمه وأحمد المصطفى وحسن عطية. بعدين أنا بعد رجعت الخرطوم فاركته ورحت أسمرة. هم خليتهم هنا في الدولة العربية وأنا رحت أسمرة، خشينا لغاية أسمرة. وبعدين من أسمرة أنا رجعت للخرطوم، بقيت إيه ما بسافرش بستنى الجيش لما يجي وأودع الجيش لما يقوم لغاية ما انتهى الحرب. هيجوا عايدين ان شاء الله عايدين يا الله. سيك الحديد قدمت الحبيب الفرقة بصار
الفرقاك صعيب ما حضرت معانا العيد يا الله. عيدوا عايدين إن شاء الله عايدين يا الله. فكري اشتغل ودمعينها مر أسباب السفر أبقى قمر جوا القطار يا الله. هيجوا عادينا الفرقة المهندسين يا الله. ودمعين همر أسباب السفر أبدا قمر جوا القطار يا الله. أيجوا عادين ضباط مركز تعليم يا الله. طيب عش، دي كانت الأغنية اللي انت بتعتز بيها، لكن بتذكري لما جيتي أول مرة إلى القاهرة وسجلتي لإذاعة القاهرة كانت الأغاني شنو وسجلتيها مع مين؟ والله امتى دي اللي مش فاكرة، لكن أقدر أقول لكي في شارع الشريفين ومعاي كان الكاشف الله يرحمه جينا سوا، وبعدين سجلنا هناك، كان في توفيق أحمد البكر وكان دكتور محتصي، بس ديل شفتهم في المدة دي اللي أنا جيت فيها سجلت الأسطوانة. وكان إيه الشرايط الإذاعية، كان في مين؟ كان في إيامتها كان في توفيق أحمد البكر ودكتور محتصم، وفي أفتكر غايت واحد منهم كان في موجود. من المدة دي طبعا جيت لقيتكم اتنقلتوا، تاني جيت لقيتكم انتوا فيه، تاني جيت لقيتكم فيه، لقيتكم شوية يعني كل مرة. طب عشا انت فاكرة ايه الأغاني اللي سجلتيها أول مرة؟ والله الأغاني نسيتها، لكن عندي في الفايل كل أغنية سجلت في إذاعة تركم السودان. طيب أنت مشيتي فين في مصر يا عشا؟ والله بمشي محلات كثيرة، يعني بمشي السينمات، بمشي المسارح، يعني في التمثيليات بتكون في مسرح مثلا كذا، بمشي يعني
بمشي حتت كثيرة يعني بتفسح، من أجي أصوى ما بقعد، بتفسح دايما. طب عشا أنت يعني عادة كده بتقعدي كل مرة في مصر قد إيه؟ والله مرة أنت حاضرة أنا كنت قعدت 6 أشهر، ومرة شهرين، ومرة 3، ومرة شهر ونص، وعلى مزاجي. أنا باخدها 6 شهور 3 شهور من هناك. بجي بجدد الإقامة في المجمع، وزي ما تجي أخذ فيها 2 شهر 3 أشهر 4 شهور 3 شهور 2 شهر 6 أشهر على مزاجي، متى ما تكمل وعايزة أمد الإقامة بمدها، إذا ما عايزة أمدها بكسرها وبسافر.